نرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. صفحة 1004.
لسيد بولس والرسل المحرمة رحمه الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وجميع الحاضرين في هذا القداس المبارك إلى الآن. يا إخوتي، إن الأمم الذين لم يسعوا إلى البر قد أدركوا البر، أي البر الذي هو من الإيمان. أما إسرائيل الذي سعى إلى شريعة البر فلم يبلغ شريعة البر. لماذا؟ لأنه لم يسعى إلى البر بالإيمان بل بالأعمال، فعثروا بحجر عثرتي كما هو مكتوب: ها إني أضع في صهيون حجر عثرة وصخرة شك، فمن يؤمن به لا يخزي. أيها الإخوة، إن بغية قلبي وتضرعي إلى الله من أجل بني إسرائيل ليخلصوا، فأنا أشهد لهم أن فيهم غيرة لله، ولكن بدون معرفة صحيحة، فقد جهلوا بر الله وحاولوا أن يثبتوا بر أنفسهم فلم يخضعوا لبر الله، لأن غاية للشريعة إنما هي المسيح لكي يتبرر به كل مؤمن والتسبيح لله دائما. سيف فتنجلي خفايا قلوب كثيرة
فاخبراي حقا والامان لجميعكم. على انه تحقق تبريك الشمع يعني تيضوي
إنه يسوع هو النور اللي قال عن نفسه أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. ومع تبريق الشمع يعني الإضاءة، يعني الإنارة، يعني الدخول إلى الكنيسة في النور، من هاي تنضوي كل الشموع قبل ما ندخل إلى القداس المبارك، لندخل ونسير في مسيرة يسوع النور الحقيقي الآتي إلى العالم. كمان بتبارك الكنيسة المياه، وبركة المياه اللي هي استعملتها من العنصر الطبيعي هو علامة الموت، لأنه بيغرق بالمياه بيموت، والماء هي علامة الحياة لأنه بدون المياه ما في حياة. من هيك الكنيسة باركة المياه على أساس أنه هالموت مع المسيح عن عالم خطيئة، والحياة مع المسيح إلى الحياة الجديدة. فبتصير مثل ما الشمعة علامة نور يسوع فينا، بتصير المياه المباركة علامة حياتنا في المسيح بالحياة الجديدة يلي عن المحك القديس بولس في رسالته إلى أهل غلاطيا بالفصل الخامس، وقت اللي عد أعمال الجسد ورجع عد أعمال الروح المباركة، بيصير كل ما إنسان بارك على بيته أو على المخلوقات أو المزروعات أو كل ما يكون في الوجود عم بيعيش حوله، بيصير علامة أنه هو مبارك في المسيح الحي. كل ما هو غير مقدس يصبح مقدس في المسيح يسوع. وهيك نحن بآخر القداس هلأ رح نكمل فكرة التبريد، وننهي هلأ بالشرح لهالأيقونة المقدسة اللي هي رح بتصير بين أيديكم بعض الشروحات يلي استناداً إلى الفنان الإسباني اللي على موقع جذورنا، تقدروا تشوفوا كل التفاصيل. ناخد بعض التفاسير اللاهوتية لهالأيقونة العظيمة، أيقونة العائلة المقدسة، وخصوصي من هالنص الإنجيل اليوم، وكان أبواه ليسوع يعني العائلة المقدسة المربي يوسف الصديق البار ويسوع النور الحقيقي الآتي إلى العالم والعذراء مريم. منشوف يسوع اللي هو نسميه سانتريبات، محور وعظمة وكيان العالم كله سوى مرتبط بنوره الحقيقي، وجه النور اللي فيه بنفس الاتجاه إلى حشا مريم البتول الطاهرة، جل النور عم ينعكس على الملاك كون يسوع هو عم يدل الملاك إلى المسيرة يلي عم يروحوا فيها إلى مصر. فالنور الحقيقي أساس ومحور لهالصورة المباركة. وتفسير أيضا لاهوتي، نشوف كل الألوان بهالصورة المباركة متجانسة متناغمة مع بعض البعض، ما في فصل بين الألوان، وعلامة على أنه في تجسد يسوع وميلاده وحضوره بيننا، الكلمة صار بشرا وحل بيننا وأبصرنا مجده مجد وحيدا من الآن. لون السماء ولون الأرض مثل بعضهم عن ياخذوا فرد لون، هو نور يسوع يلي يضيء السماء والأرض عن يعطي هالنور الحقيقي إلى العالم الزمني والعالم الأبدي. ومننظر نلاقي القديس يوسف القديس العظيم البار عن ينظر إلى مريم، ومريم تنظر إلى المسيح بفخر وبعز وبهدي الملاك لإله، ابن ياخذ خطيبته لأنه المولود منها من الروح القدس. فعظمة القديس يوسف ينظر إلى خطيبته مريم اللي هي عم تنظر إلى المسيح، بيكونوا النظرتين مريم ويوسف ينظروا إلى يسوع المسيح الحي يلي من خلال تربيته من خلال ولادته لإله في الزمن مثل ما عدا الخطيئة صار لإلنا النور في العالم أجمع. رجانا بيسوع المسيح الحي الرب وبشفاعة القديس يوسف بي العائلة المقدسة وأمنا العذراء مريم، من كل العائلات المسيحية مباركة ومنورة بنور يسوع الحقيقي، تيكون نور يسوع فينا لدهورنا إلى دهر الدهور. نشكرك يا رب على عظمة حضورك، منسبح نورك القدوس، منمجد عظمة وجودك بيننا. يا رب اجعلنا لإلك عائلة مباركة،
نور من نورك يا أيها المسيح الحي، وطريقة على نور، طريقة تتهدينا وتوصلنا إلى الآب، إلى السماء، إلى النور الحقيقي. إلى كل المجد والتسبيح وإكرام وعزة وافتخار إلى ذهب نؤمن إلى معنا اليوم في هذا القربان.
728. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. بقلب نقي ومحبة إلهية فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. سلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة المرفوعة عليك. سلام لكم يا أبائي الكهنة ويا خادم الروح القدوس. والجسد فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا أخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى الأولى. لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشكون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين وهاتفين. Sabrina.
نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيسة، لا سيما من أجل أبائنا ورعانا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارف وسبطريات الأمنطاع والسائر الأساتذة المستقيمين أبائي بهيمة بحياة لا لوم فيها. يدبر كنيستك بنقابة وكناسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب سيما الذين قدموا هذه القرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير، لأنك الصالح كثير النعمة. نسألك يا رب. العدل ويحل السلام. نسألك يا رب. يا يسوع يا رب ارحم. يا يسوع اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ويوحنا المعمدان واستفانوس رئيس الشمامسة ومار يوسف ومار مارون ومار شربل. أشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك. نسألك يا رب. الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة. نسألك يا رب. إذا عصفت في قلبهم رياح التجربة، أعطهم من حنان قلبك، كن رفيقهم في ساعة الوحدة، عزهم ساعة الكران الجميل، في ساعات التعب كن أنت راحتهم، في اليأس كن رجاءهم، في الحزن كن عزاءهم، كن لهم دوما الرفيق الوحيد. احفظهم فما لهم سواك صديق أمين ودائم وأبدي. احفظهم أنقياء كالقربان الذي ترفعه أيديهم، أطهارا ككأس الخلاص يرفعونه لخلاص العالم. احمهم ربي، قدسهم، هبنا أن نحبهم رغم نقصهم، نحبهم في هفواتهم نصلي من أجلهم، في خطيئتهم لا ننتخبهم. إنهم كهنتك، إنهم إخوتنا، نرفعهم إليك لتقدسهم، لتباركهم، ليكونوا في حقك فعلة نشطين لخلاص النفوس وقداسة العالم. أمين. يا ليسون يا رب ارحم.
المحيط الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل الكرامين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع الذي واثق به. نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. سامحنا اللهم اغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الان والى الابد. والقداسة
العود فاشربوا
وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بالسلام يا أخوتي وأحبائي مع السلام والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر. ولتصحبكم بنات الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس إله واحد له المجد إلى الأبد. السلام لجميع الأمم.
الصور حدية من الصور كالرسين وبعد المياه أنوار يتوسعون على تل العائلة المياه. أيها الرب الإله خالق جميع البرايا العقلية والحسية وصانع السماويين والأرضيين وما تحت الأرض، يا من فرمت خليصتك على مثال بيعة الأفكار المكتومين في السماء الذين يخدمونك ويخدمون ابنك الوحيد وروحك القديس، ارتضي أن تفضل يمينك القوة القوية والقديرة هذه الصور المقدسة والتي هي على اسم العائلة المقدسة، فتكون لعبادة اسمك المكرم أيها الرب الإله، حتى أن جميع الذين يدعونك بإيمان الحق ويطلبون إليك بقلب نقيب ينالون طلباتهم الصالحة ويقربون النذور والخيرات، فيكسبون علاجا وشفاء أجسادهم وخلاصا لنفوسهم. نعم أيها الرب الإله، إننا نطلب ونتوسل إليك من أجل كلمتك أن تنجز وعد روحك الأقدس فينا يا أيها الرب الإله، الذي معه يليق لك المجد والإكرام ومع روحك القدوس الصالح والمسجود له والمحي والمساوي لكما في الجوهر الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. هل يتوسع عليكم الصور أصبحوا مكرسين؟ نرجع نكرس المياه المباركة. يا خالق المياه وصانع كل شيء، يا من تصنع كل شيء وتغيره، بارك هذه المياه بقوة الروح القدس وقومها ضد كل أعمال العدو من سحر باروكي وعراق، وهب الذين يستعملونها بشرب أو اغتسال أو رش أو بأي استعمال آخر أن تكون لهم لصحة النفس والجسد وللمراحم الغزيرة من دمك بمراحم ابنك الوحيد وبرأفة روحك القدوس، ولك المجد والشكر الآن وكل أوان وإلى الأبد.